فلهذا في المدة الأخيرة أخذنا قرار وقلنا ما لم تتوفر شروط الأمن في فرنسا وما لم تتوفر شروط الكرامة بالنسبة للعمال انتعنا في فرنسا ما بقاش جزائري يروح يخدم فرنسا ان شاء الله ناكل التراب انتع الارض هذه ان شاء الله ناكل التراب انتع الارض هذه ان شاء الله نعيشوا بالتراب انتع الارض ان الجزائر لن تقبل هزيمه ابدا. هل العرب هل الامه العربيه استعملت كل الطاقات نتاعها؟ هل الامه العربيه استعملت كل الطاقات البشريه الهائله؟ هل الامه العربيه استعملت كل الطاقات الماديه الهائله اللي راه بين يديها اليوم؟ هل الامه العربيه استعملت كل الاسلحه حتى تقول بانها خسرت المعركه؟ لا، ما خسرناش الحرب، ما خسرناش الحرب لان ما استعملناش كل الوسائل نتاعنا، ما خسرناش الحرب لان ما استعملناش كل الاسلحه. راكم حاملين معاكم كل المجد نتاع الاجيال السابقه، المجد نتاع المجاهدين نتاع الامير عبد القادر، وكذلك راكم حاملين معاكم كل المجد انتع جيش التحرير، راكم حاملين على اكتافكم المجد، راكم حاملين على اكتافكم مجد ثقيل اللي هو المجد انتع مليون ونص انتع الشهداء. هذا المجد ايها الاخوة، هذا المليون ونص انتع الشهداء راكم حاملينه على كل حال ولازم تشرفوه. احنا نطلب منكم شي واحد، الشعب على كل حال الجزائري يطلب منكم شي واحد، الامهات الجزائريات اللي كانوا يزغرتوا على ابنائهم لما يخرجوا على كل حال الحرب ويخرجوا بصدور عارية، هؤلاء الامهات حتى وان كان ما زالوا ممسحوش كل الدموع انتهم، هؤلاء الامهات راهم اليوم مستعدات باش يزغرتوا عليكم شهداء ويزغرتوا عليكم منتصرين، فامامكم طريقين، طريق لكن يحكم علينا التاريخ يا خوانا، يحكم علينا التاريخ كمنهزمين، يحكم علينا التاريخ باننا قصرنا في الوجه بتاعنا. اذا كان قاتلنا هذه الهزيمه واذا كان قاتلنا هذه النكسه، اللي عاش التجربة هذه عاشها بكل الجوارح نتاعو، عاشها بالدم نتاعو، بالروح نتاعو، بالأعصاب نتاعو، ربما واحد من المتحدثين الآن أمامكم. باش تدافع على الثورة، حنا نقوم بالواجب نتاعنا، قمنا بالواجب نتاعنا ونقوم بالواجب نتاعنا، ومادام فينا عرق، نقول عرق واحد ينبض، سنقوم بالواجب الثوري. أيها الشعب الكريم، لقد تألف مجلس للثورة وقد اتخذ هذا المجلس جميع التدابير والاحتياطات لضمان النظام وحماية الأمن والسهر على سير المؤسسات القائمة والمرافق العامة، وسيعمل مجلس الثورة على تحقيق الشروط اللازمة لإقامة دولة ديمقراطية وجدية تسيرها قوانين تحترم الأخلاق والمثل العليا، وبمعنى آخر دولة لا تزول بزوال الحكومات والأفراد، وستسير مؤسسات الدولة وأنظمة الحزب في كنف الانسجام وفي حدود مسؤوليتها دون أن يقع أي مساس بشرعية الثورة، وسيعكف مجلس الثورة حالما تستتب الأمور وتعود الطمأنينة إلى النفوس، سيعكف على تنظيم اقتصاد البلاد وإخراجه من الفوضى التي كان يتخبط فيها. قلنا بأن الطريق الحقيقي للنصر هو التحكم، هو التحكم في المصائر نتاعنا، بأن الطريق الحقيقي للنصر وهو إعطاء الاستقلال السياسي محتواه الاقتصادي، يعني تأميم كل الخيرات اللي موجودة في البلاد وكل الثروات الوطنية. قررنا باش ناخذ 51% من الشركات البترولية الفرنسية.
الإخوة، قررنا ابتداء من هذا اليوم باش ناخذ 51% من الشركات الفرنسية. ثانيا قررنا تأميم الغاز الطبيعي الموجود في الصحراء. ثالثا قررنا تأميم النقل البري، يعني كل الأنابيب اللي هي خارجة من الآبار هذه تصبح ملك بتاع الدولة. قلنا بأن سياسة الاعتماد على الطاقات الوطنية سواء كانت هذه الطاقات مادية أو بشرية أو السر الوحيد للنجاح. أما الاعتماد على الدول الكبرى، أما الاعتماد على الخارج فهذا هو ليس بالحل. اعتمدنا على أنفسنا وقلنا أن الصديق نتاعنا الحقيقي، الصديق نتاعنا الحقيقي هو الذي اللي يتعاون معنا، يتعاون معنا بكل نزاهة وبدون أي طمع وبدون أي خلفيات. هذا هو الصديق الحقيقي نتاع الجزائر. التصنيف ولما جسمت هذه السياسة في جملة وأطلقت عليها بالثورة الصناعية اللي هي إحدى الركائز الثلاثة اللي تقوم عليها الثورة الاشتراكية، فمعنى هذا أننا قررنا ما نبقاش في أول الطريق في الميدان نتاع التصنيع نتاع البلاد. بلا يمكن أن نبعث الحديد نتاع لوانزا نبيعه في الخارج باش يحول في صناعات الحديد والفولاذ في أوروبا، ثم نستورد نفس الحديد الخام بأثمان باهظة لكي على كل حال نسهلكم في الدخل. هذا لا يمكن. لا يمكن أن نصدر كل البترول ومن بعد نستورد المشتقات نتاع البترول. فقلنا أن هذه السياسة لابد أن تكون سياسة كاملة، سياسة متكاملة. كلما تطور التصنيع تطلب مزيدا من التحكم في العلوم والتقنيات لمواصلة تنمية البلاد ومواكبة الثورة التكنولوجية. إن الثورة الصناعية عندنا اليوم لوطيدة الأركان، فرضت نفسها كضرورة تاريخية مثل الثورة الزراعية. الحرب بتاع التحرير ناس اللي كانوا بطلين، ناس اللي كانوا عايشين عيشة تتنافى مع الكرامة نتاع بني آدم. شفنا هؤلاء الناس وأولئك الناس ارتفعوا إلى مستوى أعلى وهو رجعوا مجاهدين، رجعوا مناضلين، حملوا المشعل نتاع الثورة وحملوا المشعل نتاع الحرية. الأرياف لحد الساعة سكان الأرياف يمثل الأغلبية بالنسبة للشعب الجزائري، لحد الساعة يمثل الأغلبية، وهذه الأغلبية لها الحق، كل الحق باش تستفاد من الاستقلال نتاع البلاد. هذه الأغلبية من المواطنين لا الحق، كل الحق باش تستفاد من الاستقلال نتاع البلاد، وباش تستفاد كذلك من المزايا والمكاسب نتاع الاستقلال ونتاع الثورة.
نتذكر فقط أشياء بسيطة. سكان المدن فيه واحد وجد سكنة، ما كانش عنده سكنة لقى سكنة انتع قاوري انتع رومي مشاء واسكن فيها فيلا مليحة، قال على الأقل هذه طارت النام الاستقلال. واحد غدا حانوت، واحد يخدم في البيرو أو في المكتب، واحد يخدم في هذيك المعامل الصغيرة اللي كاينة لا غير ذلك. ناس حست بشيء، الكهرباء، الماء، الطريق، هذه أشياء ربما بسيطة لكنها تبين الفرق بين سكان مثلا القسنطينة أو الجزائر أو وهران، سكان تاع الجبال اللي حتى القرابة نتاعهم حرقان العدو واللي صبحوا محطمين لا يملكون شيئا، ما بقى أمامهم إلا أمل واحد هو الهجرة، الهجرة نحو الداخل والهجرة نحو الخارج. هذه الأرياف اللي هي مثل القاعدة متاع الثورة المسلحة، هذا ما هو الشيء اللي نخلق فيه أنا. هذا ما هو الشيء من عندي أنا نقول فيه للدفاع عن الأرياف، ولكنه التاريخ، ولكنه التاريخ الذي سطر بدماء الأحرار. المعاقل متاعنا لما كانت الضيق بين الدنيا وإن كنا نمشي أثناء الحرب، إذن هذه البادية كان لابد أن نهتم بها. كيف نهتم بها؟ كيف نحل مشاكلها؟ هل بإصلاحات، إصلاحات بسيطة نحل هذا المشكل الكبير، مشكل ملايين الناس؟ هل ببعض الإجراءات الصغيرة؟ ما كان إلا حاجة واحدة لتحل مشاكل الأرياف، مشكل الأرياف، هو الثورة الزراعية. اللي معناه بكلمة بسيطة استيلاء العمال، استيلاء الفلاحين اللي ما عندهمش أرض على الأرض اللي هي كانت أرضها، لأن الأراضي نتاع متيجة ونتاع النابة ونتاع وهرن وغيرها هي في الواقع لم تكن في يوم من الأيام أراضي تابعة لبرجو ولا غيره من الاستعماريين المستغلين. رجوع الأرض لأهلها الحقيقيين وهم الناس اللي كانوا يخدموا كعبيد في هذه الأرض، الناس اللي نماوا هذه الأرض بالعرق متحم آب عن جد، فالأرض هذه كانت لازم باش ترجع ليهم ورجعت ليهم. حاضر. أهلا، السلام عليك. عجبك من دياس؟ نعم بالله. ملا قلت تعملوا عليهم واحد زردة كبيرة؟ الله الله أعملوا زردة وضربوا القلة اللي أنا. مالا ماشي والله. خصك تربح 100 درهم باش تعدل السنيك. نربح إن شاء الله نربح، راني فارح. راني فارح الحمد لله. حارب. هذا النساء كاش ما فهمات شوية ولا؟ صيانات ولا صيان ويعيشوا رايح. صيانات. صيانات كلهم. يحيى رئيسنا ويحيى الشعب، يحيى الأمين. وهذه الثمرة نتاع الكفاح، هذه الثمرة نتاع الكفاح الطويل نتاع الجهاد القاسي، هذا الجهاد المرير. والشمس اليوم لما طلعت، طلعت على الناس كل، قلنا لا يمكن ابدا ان الواحد يسير الارض نتاعه بالتليفون. الارض هذه عزيزه، يا اما الواحد يحبها واما ما يحبهاش. نهار يخطيها معناها الارض لازم تخطيها، ما بقاش تحبه ابدا. هي الانتقام طبقه من طبقه اخرى. احنا لا نؤمن بهذه الفكره. الهدف اللي هو ابعد من هذا هو تغيير الارياف الجزائريه،
فكان لابد من خلق قرى، فلهذا قررنا مشروع الألف قرية. البعض كذلك ما كانش يثيق لما تكلمنا في اليوم الأول على بناء ألف قرية، ألف قرية نموذجية في الأرياف الجزائرية كمرحلة أولى فقط، لأن الألف قرية ستتبعها قرى أخرى. مرحبا، واش حوالك؟ فهمت كيف كنت نقول فيه والله؟ كل حالة فهمنا شوية غير شوية برك؟ هو غادي البنار اللي غادي الحسن نعم بعد من بعد إن شاء الله ممكن ننظروا ونقروا في الجريدات في كل حالة تداركوا فيها. ثاني فاهمين الثورة الزراعية ولا غير؟ هذا المتوى احنا نستمعوا بها ونقروا نقروا في الجريدات. تقرأ الجريدة أنت؟ شوية الله يشوفنا. من بناء الرجل، من بناء الفرد، لازم نعمق الوعي السياسي، الثقافة الثورية لدى هؤلاء المستفيدين. أنا ولدي نبعثه يقرأ، ولد الفلاح نجيبه يصرح، يصرح لي بالبقرات ويصرح لي بالزوائل ويصرح لي بالأغنام، وباش نخلصه بالكسرة والبن كرشه. لا اليوم هذاك الراعي لازم يروح يقرا، لازم يروح يقرا، لان اعتقد ان التعليم هو اكثر من الخبز، ان الاراده نتاعنا هو ان يكون او تكون المساواه المطلقه المساواه التامه في ميدان التعليم، لان الغذاء الروحي نعتقد أنه لا يقل أهمية عن الغذاء الجسمي، ربما قد يفوق أهمية عن الغذاء الجسمي اليومي، لأنه هو الذي يجعل كل أطفالنا في مستوى واحد ويفتح أمامهم فرص متساوية وفرص متكافئة. ديمقراطية التعليم، إعطاء التعليم الجزائري صبغة ديمقراطية حقيقية بتوفير الشروط اللازمة لأطفالنا كي يتعلموا ويبلغوا جميع المراحل. لازم تغير، لازم تغير، ولازم نخلق جامعة جديدة اللي هي تدخل المعمعة، واللي هي تدخل على كل حال المعركة نتاع البناء، المعركة نتاع التشييد، المعركة نتاع الثورة. لازم الجامعة تكون لنا إطارات اللي هما باتصال بالواقع نتاع بلادنا. هذه الجامعة اللي احنا في حاجة إليها، هذه الجامعة أيها الإخوة اللي احنا في حاجة إليها. واحدة برك تهضر، واحدة وما يقولوا النساء عشرة يتكلموا واحدة تسمع. نحن لنا طموح موش فقط أن نعرب، أن نسترجع لغتنا، ولكن أن نطور هذه اللغة، أن نطور هذه اللغة حتى لا تبقى لغة الشعر والغراميات. ما عندناش وقت للبكاء والنحيب والغراميات. اللغة نتاعنا تصبح لغة قوية، ما تصبح لغة التعامل في سكيكدا، مصانع الغاز والبتروكيماويات، ما تصبح لغة التعامل الأوساط العمالية والفنيين والمهندسين في الحجار. وأنا قلت 19 جوان، يعني رغم 19 جوان الأخير، رغم الانتقادات اللي رانا نوجهها للرجال نتاعنا والإطارات نتاعنا، وفي كثير من الحياة نكون معاهم قاسيين، النتيجة اللي حصلنا عليها ماهيش نتيجة نتاع فرد، ماهيش نتيجة نتاعي ولا نتاع 10 من الناس أو 5 من الناس، نتيجة نتاعنا كلنا. خدمنا على كل حال
وحصلنا على نتائج وعمرنا ولا كنا راضيين، ودائما لما نتلاقاو باش ننتقد بعض وباش ننتقد الوضعية نتاعنا، لأننا نريد أن نذهب إلى الأمام، أن نسير إلى الأمام ونسير بسرعة. حصلنا عليها، أصبحت جريمة وأصبحت غلطة في نظر البعض. نعمل لك إيه يا أخويا إذا كان أنت كنت اختار طريقة أخرى؟ الجزائر ما سرقت أي واحد، ما أخذت فلوس أي واحد، ما مدتش يدها. نسلف في العالم، لكن الناس اللي يسلفونا يعرفوا باللي لما يوصل الوقت نتاع الخلاص ان شاء الله نحيوها من اللحم نتاعنا ونخلصها. اجمعناها دينار دينار زائد دينار زائد دينار، وبنيناها جامعات ومدارس ومستشفيات ومركبات صناعية ضخمة، وسنبني مصارع مركبات ومصانع وجامعات جديدة. لازم يعني الناس اللي يكونوا يسيروها ويقودوها في كل المستويات لازم يكونوا نضاف، لازم يكونوا نضاف. لأن ثورة بدون نظافة ماهيش ثورة، ثورة بدون نظافة ماهيش ثورة، ماهيش ثورة. وإلا تدخلنا السوسة نتاع الرشوة، وتدخلنا السوسة نتاع المال الزاد ونتاع الشيخات، سمحوا لي نستعمل الكلام اللي يفهمه كل واحد، وفي ذلك الوقت نقول الله أكبر على الثورة. نعم نفتخر بديمقراطيتنا، نفتخر بهذه الديمقراطية التي حررت الفلاح وأعطته الأرض، نفتخر بهذه الديمقراطية التي ألغت الضرائب على الفلاح، نفتخر بهذه الديمقراطية التي صنعت البلاد، نفتخر بهذه الديمقراطية التي فرضت أو سنت التعليم لكل أبناء البلاد، نفتخر بديمقراطية الجامعات، بناء الجامعات والمدارس والمعاهد في كل جهات نتاع البلاد، نفتخر بديمقراطية الطب المجاني، نفتخر بديمقراطية أن لا سيدة، أن لا سيدة في هذا البلاد، أن لا سيدة في هذا البلاد، وأن الشعب هو السيد، أن لا سيدة في هذا البلاد، وأن الشعب هو السيد. نفتخر بكل هذا اليوم، ونفتخر به غدا، ونفتخر به بعد غد. عندكم السيترنات؟ كاين عندنا سبع سيترنات، سبع 12 متر. هذه الغرس الاول ولا؟ نعم اي هذا هو هذا الغرس الاول. واش الحاله؟ ها؟ لا بس نروح قرب نقلع واحد. قداش غرست اليوم انت؟ اليوم اليوم سقينا احنا، اليوم سقيتوا انتم. واش حوالكم؟ لا بس ماشي الامور ماشي الله. نعم بيك عسلام يا السحاري هذه والحلفه لابد انا شبان حسين لابد انا شبان صحيح نعم اجل نخدموا المعنويات مليحه؟ مليحة بالصحة وصحيح ولا؟ وبعد الشجرة وش راكم تخدموا لما تكملوا الشجرة؟ بنية 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 بنية. نعم راكم بنيتوا رواحكم؟ نعم أحسن من القواطن، لأن القواطن باردين في ال أنا كنت شفت جماعة مرة في نقاوس عايشين في القيطون البرد بزاف. البرد بزاف أهلا بك الحمد لله الحمد لله. منين أنت؟ أنا بسكا. وأنت؟ من الجزائر. منين من الجزائر؟ من القبة. ما تبانش تزير تبان فلاح. أنا البرد بزاف. منين؟ قلت عليك فلاح.
مالك وانت اصدقاء واصحاب واسنا كاع لابد عرفت الشبان من كل جهه من البلاد معكم بيسكرام مساعدة كاع انا خوانا كاع قداش عندكم راكم في الجيش الان؟ احنا عندنا سيد الرئيس 11 شهر انا عمي سما راكم في نص الطريق طلبوا ونقولوا باش تكون يعني في مستوى واحد المرأة الريفية لازم لها يكون لها حق كما المرأة اللي في المدينة يعني يكون لها حق حتى هي كما أختها اللي تكون في المدينة كيفاش تشوف حسب رأيك الحق نتاع المرأة الريفية حسب رأينا تكون المرأة الريفية يعني في مستوى عالي كما الأخرى في الجانب الثقافي والجانب الصحي والجانب الخدمة يعني فعالة تباشر بالأعمال نتاعها تتعرضها سواء في خياطة سواء في صناعة سواء في حاجات أخرى أو فيه اللي ظلوا مغمزين عليها وشادها ما يطلقهاش لا هذيك لا احنا ما نحبوش هذي نعم احنا ما نحبوش هذي احنا اليوم رانا في وطن مستقل لا وانا شفت في بعض الجبال في بعض الفلاحين كانوا البرا نهار جبناهم للقرى كل واحد شد المرأة نتاعو وقفل عليها في البيت نتاع القرية الاشتراكية صحيحة كاينة أنا شفت هذه في قرية من القرى مثلا في قرية تسمى ما هوش لازم نذكر مواليها ربما الفلاحين يغضبوا أنا يعني كاختراع ونقدم فيه ونقول باللي يعني هالشيء هذا ما يكونش يسمو خصنا نحيو لها الضرة كذلك نعم نحيو لها الضرة أيوة نمنع الضرة أيوة نحيو لها كل شيء يعني كثير من الفلاحين توا نحنا يعني عندهم 4 و5 و10 من الاولاد ويدي على 4 اولاد هذه نقطة كلها منها السيد الرئيس اسمح لي اذا كان سمحتوا لي الكل يعني لا نهضروا معليش هي نهضروا معليش كل العالم بصح ماذا بينا تكون يعني مطبقة من جهتكم انتم اولا واحنا علينا بالعمل احنا بالعمل وانتم بالتطبيق dans le sol, introduction de l'élevage, installation de l'environnement et des moyens de travail. Voilà ce que vous avez fait et ce que vous allez faire. خليني la théorie, la reconstitution du sol, tout ça, ça m'intéresse. Nous avons fait ça jusqu'à maintenant. Nous avons un tour de l'agriculture, de cette année, 74-75. Nous avons un chair. 94 هكتار نعم 34 سي ديريزوار ماهوش سي ديريزوار حقيقة خاطر الأول العام الأول تحت الأرض اللي تنخدم عامها الأول مينيموم مو دو 50 كانتو على الهكتار سينون سي ني بلو انتيريسون يلفو فير دي فوراج نرجعوا للحلقة المفرغة ساكن فيسيو وما يقول لك حنا نخدموا الأرض ونظموها لكن يجي الرمل اللي يغطيها لين ما فيش الحوايج ضد الريح انتم تقولوا بين السوابي هذيك مغطيه بالرمل ما نقدرش ناخذ الارض لازم الحل الحل بالنسبه لهذا المساحه هذه اللي هنا داير عمال خدمه يعني شايف عملاء خصوصا مقابلين غير السواقين ما يقلوا الرمل القضية نتاع الحوايج هذه ضد الريح لازم تحل عن هذا سيطاني في بلاني بروشان لازم لكم كيتا امبورتي دي روزو هذاك نتاع متيجا والانسان يعمل الحوايج نتاع الريح هما كل المسؤولين اللي يخدموا الامن البريماتري يا اما يحلوا المشكل نتاع نتاع السال هذا والا كل يتعاقبوا بدون استثناء المسؤولين نتاع الفلاحه والمسؤولين نتاع الريح لك احنا المسؤوليه نتاعنا نسير البلاد كل شيء على الاقل انتم سيروا سيروا ال 10 كيلو نتاع الارض سو سون فو بروبليم سون با لي ميان كي سوا تري كلير اي فو بو تو لي بروبليم دو كورديناسيون سون فو بروبليم اي لوكال ميم با او نيفو دالجي كنت بوكو دارجون العرب اليوم يملكون اموال قارون أموال قارون فين هذه المليارات والرهن موجودة
وشكون اللي راه يستغل فيها؟ ونجيو نتكلم مع العروبة ونتكلم مع الإسلام ونضل ننافق بعضنا. العروبة ماهيش نفاق. نعم العروبة ليست نفاق ولا الإسلام، ولا الإسلام على كل حال لم يبنى حاشا يومي اليوم على النفاق. لقد قلت في لاهور وأكرر ما قلته في لاهور، لما بدل يتكلموا على الإسلام والتضامن الإسلامي وما التضامن الإسلامي، وفي نهاية الاجتماع أو قبل نهاية المؤتمر نتاع الاجتماع الإسلامي قال نخصوا 18 مليون دولار لحل مشاكل المسلمين في العالم، لحل مشاكل المسلمين الذين لا يزالون حفاة عراة لا يشبعون القوت. 18 مليون. قلت لقد أثبتت التجارب الإنسانية إن الروابط سواء كانت جغرافية أو وطنية أو دينية تلاشت تحت ضربات معاول الفقر والجهل والتعسف والطغيان. ونظن الشعب الجزائري كله كما نترسه فيه يعني راس معانته هذا ولا كان لزاما علينا أن نفرض الأمن والاستقرار في البلاد، لأنه بدون أمن وبدون استقرار فكل أعمالنا تبقى مهددة وعرضة لأي هزة داخلية ولأي عمل فوضوي ولأي مغامرة يقوم بها أشخاص لا يفهمون شيئا. Monsieur le Président, au cours de la révolution de l'indépendance, un simple voleur de bois de sardine paye. Mais aujourd'hui, un détourneur de fonds se trouve acquitté. Mais pourquoi ? Suggestion. C'est ça l'exemple. Suggestion. On vous demande, Monsieur le Président, de faire une enquête sur les finances pour les présidents des APC, et cela à partir de leurs élections. Et une enquête aussi sur leurs proches. Ils construisent des bâtiments, des villas au nom de leurs proches pour ne pas les accuser, je dirais bien, de voleurs. Une question, Monsieur le Président. Que mérite de tel président d'APC? Une suggestion nationale. Donnez-nous la possibilité, Monsieur le Président, d'assister dorénavant au séminaire des présidents d'APC pour pouvoir les coincer. إذا كان في الناس اللي عن بروبلم دو ديتورنمون سو بريزيدون دابيسي كي ا فولي نو استرا با انكور 24 دون سا ريسبونسابيليتي، ما يقدرش يزيدش 24 ساعة في المسؤولية نتاعو. يودي بنا أيها الإخوة إلى ملاحظة. ملاحظة وما لا أقصد بها أي شخص أو أي فرد، وإنما كملاحظة عامة. بالأمس القوة نتاعنا والطاقة نتاعنا كانت تكمن في القيم
القيم اللي كنا نتحلى بها، اللي كنا نتمتع بها. لكن الاستقلال طبعا له كثير من الفوائد، ما فيش ما احسن من الاستقلال. لكن الاستقلال كذلك ادى الى شيء من الارتخاء، ادى الى شيء من الارتخاء ومن اختفاء بعض القيم اللي كنا نتحلى بها جميعا. من هذه القيم مصلحة الشعب فوق مصلحة الافراد. لا نقول للناس اذهبوا فقاتلوا، انها هنا مؤيدون، ولكن كل واحد منكم كان هاز البندقية انتهى وماشي مع الفصيلة او مع الكتيبة انتهى وقال هيا انجاهدوا، هيا انجاهدوا ونحاربوا الاستعمار. كنا مثلا في الجزائر كلها وبدون مراقبة، ما فيش مراقبة، ما فيش اقصد المراقبة الادارية، ما كانش عندنا ادارة كما راهم موجودة اليوم. لكن المناضل البسيط كان يخرج من حدود الولاية الرابعة من الوشنيس وهز شكارة نتاع الدران ويوصلها حتى المغنية، ما يخصش منها فلس واحد. شكارة نتاع الدران هذا الجانب كان جانب مهم، وكان يمثل القوة، كان يمثل الطهارة، كان يمثل النزاهة. والطهارة والنزاهة تولدت عنها الثقة، الثقة بين المجاهدين كمجموعة، طبعا المصير انتحى واحد، الثقة بين المجاهدين وبين الشعب. إذن كان المراقب الحقيقي والرادع هو الضمير نتاع كل واحد. حقيقة كانت الثورة المسلحة، وكانت أحكام الثورة في بعض الحالات قاسية لأن الظروف كانت تفرض هذا، ولكن لأهم من هذا كله هو الضمير. هو في سبيل الله وفي سبيل هذه الثورة، وما ننتظر حتى شيء. الشيء اللي خدمناه، الشيء اللي خدمناه والشيء اللي قدمناه ما هو إلا واجب، وربما ما أديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي، ربما ما أديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي، لأننا ننتسب إلى جيل، لأننا قدنا رجال بالأمس، رجال في المعركة واللي هما ماتوا ما ننساهمش أبدا. وعارفين بأن هذوك اللي ماتوا، عارفين بأن هذوك اللي ماتوا هذوك أدوا الواجب نتاعهم كامل. نختمها وأقول اللهم فاشهد فقد بلغنا أو فقد بلغت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى قلبك السموح، إلى رأيك السديد، إلى بصرك المديد، أيها الراحل العظيم، إذا كان شعبنا قد رزئ فيك بلا ما يمكن أن يعبر عنه لسان، فإن الأمة العربية لباكية ومتفجعة عليك، وقد فقدت فيك ابنها البار،
وقائدا من قادتها المخلصين، وصوتا مدويا في المحافل كلها بمبادئها الراسخة وكرامتها الشامخة وحقوقها الثابتة، إنها لتبكيك بالأنات والحسرات يا زعيم صمودها وتصديها. لقد كنت صدى الأوراس في حيفا والجليل، لقد كنت صدى الأوراس في حيفا والجليل، وكنت غضبة جلجرة والونشريس في سيناء والجولان. إن أصوات الباكين عليك يا ملاذ المضطهدين لترتفع اليوم في أقصى المشارق والمغارب. إن ملايين المعذبين من بني الإنسانية قد فقدت بفقدك المحامي الصلب عن قضاياها، والمناضل الشهم عن مطالبها. كيف تغيب عن الأذهان، كيف تغيب عن الأذهان لحظة واحدة وكل ما في البلاد ينطق باسمك يا أبو مدين؟ كيف تغيب عن الأذهان لحظة واحدة وكل ما في البلاد يرمز إليك؟ كيف تغيب عن الأذهان لحظة واحدة وكل ما في البلاد من أقصاها إلى أقصاها ثمرة يانعة مما غرسته يداك؟ أيها الراحل العزيز، لا نريد اليوم أن نرثيك، لا نريد أن نرثيك، لأن الرثاء للأموات. وأنت ما زلت بيننا، وأنت ما زلت بيننا، وستبقى بذكراك وآثارك ومآثرك إلى الأبد على قيد الحياة. وأنت حي في قلوب الجماهير، أنت باق في نفوس الملايين، أنت خالد في فصول تاريخنا المجيد. فوداعا يا هواري أبو مدين. الوداع يا أبو مدين، الوداع. فالكلمة انتهي بتاع اليوم، نختمها وأقول اللهم فاشهد فقد بلغنا أو فقد بلغت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.